إي بني أنصت إلي، وأنا أبعث إليك كلمات الحكمة تأتيك من أزمنة الماضي. امشي في الأرض مرفوع الهامة كالشجر، واسلك دربك فيها ثابتا كالجبال، وتذكر أن الله دائما يرعاك. ما نملكه لنقدمه لكم هو سيف العلم، فليكن حده لامع حساما للحرية، وليكن هذا السيف سيف العلم والسلام. سيف العلم والسلام والسلام والسلام.
السيدات والسادة الحضور، السادة أولياء الأمور، أبنائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن إدارة الجامعة والسيد رئيس مجلس الأمناء، يشرفنا أن نرحب بكم ونرحب بالسيد رئيس الجامعة ونائبي رئيس الجامعة، كما نرحب بالأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق مستشارة وزير التعليم العالي بالجامعة، ونرحب بالدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، والأستاذ الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين، والأستاذ الدكتور عادل صقر مساعد رئيس مجلس الأمناء للدراسات العليا والبحث والعلاقات الخارجية، السادة عمداء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب. اليوم نحتفل معاً بتخرج الدفعة الرابعة بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية، وكذلك الدفعة الخامسة بكلية التجارة وإدارة الأعمال. أعوام مضت مليئة بالجهد والتعب على أولادنا، ما بين دراسة ودورات تدريبية وممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والمشاركة المجتمعية أيضاً. من خلالها حاولنا كجامعة بذل أقصى جهد لإعداد طلاب متميزين على مستوى كل المجالات كخريجي جامعة المستقبل، قادرين على مواجهة كافة التحديات والصعوبات لمستقبل أفضل لمصر بإذن الله. تحية إعزاز وتقدير لكل أب وأم، وتهنئة ودعوة من القلب لله عز وجل أن يكلل مجهودكم دائماً بالنجاح، مع دوام التوفيق ومستقبل مشرق لأولادكم إن شاء الله. والآن فليتفضل مجلس الأمناء ومجلس الجامعة لبدء مراسم الاحتفال. الأستاذ الدكتور خالد عزازي رئيس مجلس الأمناء. سرحان رئيس الجامعة. الأستاذ الدكتور أسامة سلامة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. الأستاذ الدكتور السيد حسنين نائب رئيس الجامعة للشؤون الطبية. الأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق مستشارة وزير التعليم العالي بالجامعة. الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة. الأستاذ الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين. الأستاذ الدكتور عادل صقر مساعد رئيس مجلس الأمناء للدراسات العليا والبحث والعلاقات الخارجية. الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم بدر عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا. الأستاذ الدكتور عبد المنعم المشاط عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. الأستاذة الدكتورة سعاد كامل رزق عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال. الأستاذة الدكتورة سهام الخشن عميد كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. الأستاذة الدكتورة نيدين راجي وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون التعليم والطلاب. السلام الجمهوري.
نبدأ مراسم الاحتفال لخريجي عام 2014 بكلمة الأستاذ الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تشيرمان خالد عزازي، تشيرمان بورد اوف تراستيز، ديستينجويشد جيستس، بيرنتس، جراديويتنج ستودنتس، ليديز اند جنتلمان، بليز الاو مي تو ويلكم دكتور محمد عبد الجواد، ذا تشيرمان اوف ذا فارماسي سندكيت ان ايجيبت، اند دكتور حاتم قبيل، the Secretary General of the Tugarian Syndicate in Egypt. Just a very quick word about Future University. It was established by the Presidential Decree 254 in 2006, and the godfather and the person who founded was late Dr. Hassan Azazi, who had a long history of distinguished educational achievements in Egypt, and it was since 1960. He was followed by his son, the current chairman of the Board of Trustees, Mr. Khaled Azazi. As we all know, Future University is supposed to be a regional educational institution to contribute in human resources, preparation, and development of required for sustainable and comprehensive development in the Arab state and Egypt. We are happy to announce that we've got new programs, and the latest is the political mass media program in the Faculty of Economics and Political Science. Again, we started our master's degree in pharmacy engineering and dentistry. We are again very happy to announce that we have established an international journal for each of our faculties, which will start to be issued in January 2015. Future University has signed a number of MOUs with international universities, among which is the University of Missouri, Cincinnati, University College in Cork, University of Maryland in the States, and other reputable universities. Really, we are happy to be here today in the commencement of our graduating class 2014. Actually, our students have really exerted a lot of efforts to obtain their degree. We are also very proud to celebrate this wonderful accomplishment for our class of 2014. Thank you. والآن مع جائزة التفوق الأكاديمي الأولى على كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية الصيدلانية إيمان عبد الباسط محمد. والأولى على كلية التجارة وإدارة الأعمال الطالبة نادية منذر محمد. Thank you.
تكريم الجامعة لأبنائها الحاصلين على الدرجات العلمية لعام 2014. أولاً الحاصلين على اللقب العلمي أستاذ، الأستاذة الدكتورة داليا صمويل شاكر بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. الحاصلين على اللقب العلمي أستاذ مساعد الأستاذة الدكتورة عزة أحمد محمد كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. ثالثاً الحاصلين على درجة الماجستير المدرس مساعد هبة الله عاطف سعد بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. المدرس مساعد ندى محمد علي أنور بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. المدرس المساعد أيتن ممدوح فوزي كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. المدرس المساعد آية محمد عادل بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. المدرس المساعد هند شاهين بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. المدرس المساعد نهى زكريا محمد إبراهيم بكلية التجارة وإدارة الأعمال. وجدير بالذكر أن الأستاذة الدكتورة سهير الوشاحي قد حصلت على جائزة أفضل بحث علمي، وكذا الأستاذ الدكتور مينا تدرس حصل على جائزة أفضل تدريس. كما حصلت المدرس المساعد مي مصطفى علي على أفضل هيئة معاونة على مستوى الجامعة وكذلك على مستوى كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. كما حصلت المعيدة بقسم التمويل ساندرا ماهر على أفضل هيئة معاونة على مستوى كلية التجارة وإدارة الأعمال. والآن فلنبدأ بتسليم شهادات خريجي كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. ونبدأ بالعشر الأوائل على مستوى الكلية. الطالبة إيمان عبد الباسط محمد محمد الأولى. الطالبة سوزان مجدي إسماعيل أحمد فرج الثانية. الطالب عمرو علي عباس حميدة الثالث. الطالب أحمد بدر الدين عبد العال الرابع. الطالبة هاجر مجدي محمد مصطفى الخامسة. الطالب محمد خيري محمد عبد الرافع السادس. الطالبة منى محسن السعيد عيد محمد عيد السابعة. الطالب أحمد محمد العشماوي محمود الثامن. الطالب محمد عادل محمد أحمد التاسع. الطالبة مروة سعدي محمود صالح العاشرة. والآن مع باقي خريجي كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية إبراهيم السيد أحمد أحمد. أحمد
أحمد إبراهيم شريف، أحمد السادات الموافي عبد العال، أحمد بلال عبد المنعم عبد الغني، أحمد جاد عبد الرحمن سلطان، أحمد جلال أحمد عثمان الزيني، أحمد جمال عبد الفتاح بن داري، أحمد حسني أحمد الأسود، أحمد حمدي السيد، أحمد حمدي شاهين عبد الشافي، أحمد خليل سيد حسن، أحمد سمير أحمد عطوة، أحمد عزيز الدين أحمد، أحمد علي عبد الهادي علي رضوان، أحمد محمد جمال الدين الشيمي، أحمد محمود محسوب محمود، أحمد وحيد محمد محمد حسنين، إسراء بشير عايد المشهداني، إسلام أحمد عباس محمد، إسلام أحمد محمد إبراهيم الليسي، إسلام سعيد عبد الفتاح إبراهيم، إسلام عاشور عبد الرحيم إبراهيم، أشرف محمد السيد محمد، ألاء إبراهيم علي إبراهيم، ألاء باهر محمد حسن، ألاء خالد محمد والي، ألاء عصام عبد الرحمن نعمة الله، ألاء محمود سامي محمود، السيد صالح السيد عوض الطحان، أمجد محمد عيد السيد علي، أمية السيد أبو بكر علي حسن، أمير أكمل صبحي سرجيوس، أميرة محمد السيد محمد جمال الدين، انتصار محمد محمد إمام، إنجي أحمد أحمد محمد عبد العظيم، إنجي خالد عبد الرحيم، أنون أدور توفيق السيد، آيات لقى صبحي العبيدي، آية أحمد يحيى عبد الرحمن شريف، إيريني مدحت موريس جرجس إبراهيم، إيمان حسام الدين عبد الفتاح أحمد، أيمن يحيى محمد البسطويسي، آية أحمد سالم أحمد سالم، آية أحمد يحيى عبد العليم، آية محمد محمد عبد الرحمن إسماعيل، بسنت السيد علي حسن علي النجار، بسمة عصام سعد عبدو، بسنت عصام سعد عبدو، تقى علي محمد شحاتة، جون فرج داود سليمان، حسام الدين أحمد محمد مرسي، حسام نعيم إسحاق غالي، حسن محمد نجيب سعد جبر التميمي، حمزة عبد العزيز العزب محمد، دعاء مجدي عبد العاطي مصطفى، دينا محمد شاكر علي، دينا محمد محمد علي، دينا وحيد محمد ياسين ندى، رامز حاتم صبري ذكري، رنا أشرف حلمي موسى، رناد رشوان محمد حسن رشوان، ريهام محمود عبد الله فولي، زهراء حمد السيد بيومي، زينب محمود دياب محمود، سارة أحمد عبد الحميد سليم، سارة رضا عبد العزيز الشاعر، سارة محمد علي محمد سليمان، سارة مدحت صبري فانوس، سامر عبد الجبار قدو، سامر عبد الحفيظ عبد الحفيظ أحمد، ساندي عادل عوض جندي، سلمى سمير محمد حسنين، سمر سعيد بيومي محمد السيد، سهير حميد وحامد أحمد،
شادي محمود عبد المجيد أمين، ضحى حمدي قاسم علي، عمرو أحمد محمد السيد الدراوي، عيسى أحمد محمد أحمد، فاطمة نصر أحمد دسوقي، فيروز درويش محمد أبو النجا، كريم أكرم مصطفى محمد القلماوي، ليلى ماجد جلال محمود عطية، ماري عادل جرجس مسيحة، محمد إبراهيم محمد صلاح الدين، محمد أحمد رفعت محمد، محمد أحمد محمد عبد الغني، محمد خالد فؤاد حسن البنا، محمد زكريا عبد الستار أحمد، محمد سري عبد الحميد أحمد، محمد سمير حسن عبد الله، محمد سيد محمد زغلول، محمد شعبان عوض العباسي، محمد طارق محمد أحمد، محمد طاهر يوسف الشمسي، محمد عادل فؤاد محمد متولي، محمد عبد الهادي الحسنين الشهيدي، محمد عصام عبد الرحيم حسن، محمد محي محمد خالد شرف الدين، محمد مصطفى عابد علي محمد الطنبولي، محمود أحمد محمد عبد الفتاح عيسى، محمود حسن محمود مرسي رضوان، محمود مصطفى عباس محمد علي، مروان المليجي إبراهيم المليجي، مروة جمال أحمد محمد، مريم محمود أحمد علي، مريم هشام محمود حلل، مصطفى جمال أحمد سليم، مصطفى حسين محمد الشامي، مصطفى سيد صادق سيد، مصطفى شريف عبد الرحيم عبد المتعال، مصطفى محمد سامي مصطفى، مصطفى محمد صالح محمد، مصطفى محمد مصطفى غلوش، مصطفى هاني إسماعيل مرسي عيسى، منة الله محمد ناجي محمد سعيد، منذر هاشم محمد هاشم تركي، منى مجدي محمود إبراهيم، مها هشام أبو بكر محمد، موسى جربة موسى، مونيكا عاطف شحاتة مسعود، مي فرج محمد الزمزمي هيكل، مي محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، ميادة عبد الستار بركات بدر، ميرنا أمجد عبد الوهاب الحريري، مينا عماد فؤاد يوسف، مينا لورنس توفيق نجيب، مينا مجدي فهمي اسكندر، مينا هنري رياض، ندى خالد محمد محمود الصعيدي، ندى عبد الناصر عبد المجيد هاشم، ندى محمد محمود سامي محمد، نسمة محمد حسنين محمد، نسمة مرسي السيد يوسف، نهى إسماعيل محمد إسماعيل، نور الدين صالح محمد عطية، نوران خالد عبد المقصود عبد الله، نورهان أنور محمد رضوان، نورهان ثروة عبد المنعم سالم إبراهيم، نورهان عارف أشرف محمد، نورهان عطية أحمد عطية، نورهان محرم محمد محمد عبد العزيز، نورهان محمد شيرين أحمد عبد الواسع، نيفين جمال طايع إبراهيم، هاجر كمال الدين حسين إبراهيم متولي، هشام بحبح هاشم علي، هدير غريب مبارك علي، هشام أحمد عبد المجيد مصري،
هشام محمد ثابت أحمد عبد الرحيم، هيام ربيع عوض السيد أبو زيد، يارا محمد إبراهيم محمد الجنيني، ياسمين أيمن علي محمد صالح، ياسمين محمد إمام عبد اللطيف، ياسمين